محتار تودي فلوسك فين؟ وإيه اللي بيحصل في البنوك المصرية بعد رفع سعر الفايدة في الاحتياط الأمريكي؟ فلوسك بقى مصيرها إيه؟ هتودعها في حساب ولا تستثمر الفايدة عليها؟ ولا هتفضل معاك مجمدة وتخسر قيمتها؟ خليك معانا هنقولك كل التفاصيل. البنك الأهلي وبنك مصر وعلى غير المتوقع ثبتوا سعر الفايدة على حسابات التوفير العادية، وده حصل بعد ما البنكين قرروا طرح شهادة ثلاثية مرتفعة العائد بفايدة 17.25%، وكمان زيادة سعر الفايدة بين 2% ل 2.5% على الشهادات الثلاثية. رفع سعر الفايدة معروف إنه أسلوب بتلجأ له البنوك علشان يكون في سيطرة على التضخم اللي بيخلي الأسعار فجأة عالية وصعب حد يتحملها، لكنه برضه بيكون عبء على القروض. طيب إيه الحل بعد قرار البنكين دول؟ البنك الأهلي وبنك مصر عملوا حسابات توفير كتيرة جدا، أهم حاجة فيها حساب التوفير العادي، وده ممكن يتعمل لأي حد سنه 21 سنة أو أكتر. بيكون سعر الفايدة على الحساب التوفير في البنك الأهلي من 3-5%، وده طبعا حسب دورية الصرف وحجم كل شريحة في الحساب المعمول. أما بنك مصر فبتكون فيه سعر العائد على حساب توفيرك العادي من 4%-6.25% كل سنة، وبرضه حسب دورية ومواعيد صرف العائد بتتحصل عليه كمان وحجم الشريحة اللي حسابك عليها. حسابات التوفير العادية في بنك مصر والبنك الأهلي ما ارتفعتش سعر الفايدة عليهم، لأن البنكين مركزين أكتر على الشهادات اللي عائدها مرتفع جدا وأجلها متوسطة وطويلة بدل الودايع اللي هي قصيرة الأجل. طيب والبنك المركزي دوره إيه في كل ده؟ ما ننساش إن البنك المركزي المصري كان قرر قبل كده أو قبل حوالي شهرين رفع نسبة الاحتياط النقد الإلزامي اللي البنوك ملزمة تودعه في البنك المركزي وما تاخدش عائد عليه من الودايع على البنوك 18% بدلا من 14%. لما جه بنك مصر حرك سعر الفايدة على حسابات التوفير الجارية اللي هي مربوطة بسعر الإيداع في البنك المركزي، لازم كلنا ناخد بالنا إن الحسابات دي بتزيد وتقل بشكل طبيعي حسب أي تغيير بيعمله البنك المركزي، وده بيكون على سعر الإيداع والإقراض من غير ما بنك مصر يتدخل. خبراء في الاقتصاد أكدوا إن البنوك ممكن تخفض سعر الفايدة على حسابات التوفير والودايع قصيرة الأجل اللي هي على مدخرات الأفراد والشركات الكبيرة بعد أيام، وده علشان عبء زيادة الاحتياط الإلزامي المفروض على البنوك، واللي هو البنوك ودعاه في البنك المركزي من غير ما تزيد عليه أو غير كمان ما تاخد عليه سعر فايدة. تفتكروا إيه الحل بقى للفلوس؟ لسه بنفكر نجمدها في إيدينا ولا نعملها وديعة لو مش عارفين نشغلها؟ ناس كتير عارفة إن أي قرار بخصوص فلوس محتاج دراسة كويس جدا الأول قبل ما تبدأ بأي حاجة. وأخيرا لو أنت محتار ممكن تستثمر في حاجات تانية خالص زي الذهب والعقارات اللي سعرهم عمره ما بيضيع مع الزمن.